جددت ليبيا مساعيها الرامية لتنظيم الانتخابات العامة في موعدها المحدد نهاية ديسمبر، رغم المحاولات اليائسة لإفشال المسار الديمقراطي. آمل كاري. تحديد الانتخابات ستتم أو لا تتم هو الآن ليس في يد الحكومة. اللي احنا سهلنا كل الإجراءات لكي يعني تحدث الانتخابات في موعدها. الأمور التشريعية ليست في يدنا، وبالنسبة للخطط البديلة لابد أن يكون هناك خطط بديلة لكي نحافظ على استقرار البلد. كلام وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على سعي السلطات الليبية لإنجاح المسار الديمقراطي من خلال تنظيم الانتخابات العامة في موعدها وضمان استقرار وأمن المنطقة بتشكيل مؤسسات تستجيب لتطلعات الشعب الليبي. لكن ورغم ذلك يتوقع متتبعون للشأن الليبي سيناريو آخر. ثقة الشعب الليبي في الأجسام الموجودة حاليا، سواء كانت مجلس النواب، مجلس الدولة، الحكومة، كلها هذه أجسام يعني الشعب يريد أن يكون لها بديل واضح، وهو مجلس نواب واحد جديد منتخب طبعا من الشعب. فهذه الفرصة الآن موجودة في 24 ديسمبر، ونحن نعتبر أن هذه الأجسام القائمة تحاول إفشال هذه الانتخابات عبر التمطيط وعبر يعني طرح اللي هو الخيارات البديلة، عبر يعني إبراز العراقيل أو أيضا عبر المطالبة بظروف مثالية يعلمون أنها غير موجودة في ليبيا. الإصرار على ضرورة وحدة وسيادة ليبيا واسترجاع مكانتها المعهودة في القارة الإفريقية يأتي وسط بوادر مختلفة تحاول يائسة إفشال إجراء الانتخابات في ديسمبر هذا العام.